الثامنة من قناة عمان الثقافية، نحييكم ونقدم لكم أخبار الثقافة، والبداية مع أبرز العناوين. لارتباطه بأجواء الشتاء واحتفالات العام الجديد، بالي كسارة البندق عمل فني يتخلل المسارح العالمية. قمر صناعي صيني ينجح في أول ارتباط بمحطة أرضية محمولة في العالم. أندونيسيا تضرب السحاب بزخات الملح لإسقاط المطر قبل وصوله سماء جاكرتا. أهلا بكم إلى التفاصيل. اختتمت الهجانة السلطانية السباق العام للهجن الأهلية ضمن موسم سباقات الهجن 17، وسط مشاركة واسعة من أصحاب وملاك الهجن من مختلف محافظات وولايات السلطنة. المشاركون تنافسوا في 42 شوطا، وذلك على مدى 3 أيام. بعد 3 أيام من المشاركة الواسعة والمنافسة بين أصحاب ومربي الهجن من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، اختتمت الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني منافسات السباق العام للهجن الأهلية ضمن سباقات الهجن 17 لهذا الموسم، والذي أقيم بمضمار الهجانة بولاية بركة. المشاركة ما شاء الله مشاركة مميزة، كبيرة العدد والنوعية أيضا. لله الحمد كانت الأمور تجري بسلاسة ويسر. لمسنا من الأخوة المشاركين رضا تام عن التنظيم، وكذلك يعني الحمد لله السباق كان عالي التنافسية والجودة. اليوم الختامي شهد التنافس على 4 أشواط رئيسية. تصريح للهجانة السلطانية تخطف لقب شوط الثنايا لمسافة 8 كيلومترات. أما الشوط الثاني لمسافة 8 كيلومترات فقد خطفته هملولة لمحمد بن سعيد الزرعي من ولاية الكامل والوافي. وفي الشوط الثالث والمخصص لفئة الحول لمسافة 8 كيلومترات تخطف دولة لهجن البشائر اللقب. وتحسم عبور لحمود بن صبيح لهيبي من ولاية بدية لقب الشوط الرابع لفئة الحول. الحمد لله رب العالمين، راهي انتزعت السيارة والتسعير في الشوط الأول، والله وفقنا وانتقلت ملكيتها إلى هجن الهجان السلطانية. منافسة قوية وشواط زحمة والركض الحمد لله رب العالمين. السبوق تحصل مقال تسبق السبوق مروض نحافظ عليه ولا نستغني عنه أبدا. ارتباط العمانيين بالهجن مكنهم من التعامل معها والتكيف مع خصائصها، فاستعرض المربون عددا من المهارات المرتبطة بالنوق كفن تنويم الإبل واستعراض مهارات ركض العرضة، والتي عكست التناغم بين المربين وهم يؤدون هذه المهارات بكل إتقان، كما صدحت القرائح بأعذب النشيد لتحين لحظة التكريم وتوزيع الجوائز للملاك والمربين، والتي حققت الهجن الخاصة بهم المراكز الأولى في مختلف أشواط هذا السباق العام. الزيادة المضطردة في أعداد المشاركين في هذه السباقات تعكس نجاح خطط الهجان السلطانية في دعم هذه الرياضة والحفاظ عليها كأحد الموروثات العمانية الأصيلة التي تحظى بالمباركة والدعم السامي السخي. عبد الله بن عامر الويهي من مضمار الهجان السلطانية لسباقات الهجن بولاية بركة محافظة جنوب الباطنة. خصائص جيولوجية وطبيعية تتميز بها منطقة الجري بولاية محضة، كما تتميز المنطقة بعدد من المقومات التي جعلت منها محطة للسياحة الشتوية. منطقة الجري أو جري الحوية تقع على يمين الشارع الرئيسي الذي يربط ولاية البريمي بولاية محضة. فيه تفاصيل مختلفة الجيولوجيون أكدوا على أهميته، فهنالك شواهد كثيرة عثروا عليها أكدت على ذلك، أضف إليه الرمال الناعمة وهي تتهادى على هذه الجبال. لاحظ هناك حراك خلال فترة المساء وفترة العطلات يعني الرسمية، وتجمع العوائل بالأخص في هذا المكان لقضاء الأوقات والاستمتاع، وهو مناسب أيضا للعوائل والأطفال لأنهم يستمتعوا بالأوقات هنا والأجواء الطيبة الحمد لله. أشجار الغاف هي مشهد آخر تستميل له العين، فظلالها الوارفة جعلت منها مقصدا لعشاق الطبيعة البكر، كما هو الحال عند هؤلاء الأطفال الذين قدموا إلى هنا في رحلة علمية ترفيهية.
طبعا من ضمن الرحلات التعليمية اللي في المدرسة تقدمها حق الأطفال إنهم يجيبوهم في هالأماكن السياحية لكي الطفل يتفاعل مع البيئة المدرسية والبيئة الخارجية للمدرسة. وتزامنا مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تنشط السياحة الشتوية في المحافظة سواء في هذه المنطقة أو غيرها من المناطق التي تتوزع في ولايات المحافظة الثلاث، في الوقت الذي يتطلع فيه السياح إلى تطوير هذا النوع من السياحة. Today we came in Mahada. They are like to play. اليوم جئنا إلى محضة. أبنائي أحبوا اللعب في هذا المكان الجميل. إنهم سعيدون حقا بكل التفاصيل هنا. الاستمتاع بهذه الأماكن لابد أن يصاحبه وعي كبير يتمثل في المحافظة عليها من كل ما يمكن أن يؤثر على جمالياتها، وهذا بحد ذاته واجب على الجميع لا يقتصر على جهة دون أخرى. أنور بن زاهر، الغريبي، محافظة البريمي. مع بداية العام الجديد تعم الاحتفالات المتنوعة أرجاء العالم لتضفي على الأجواء الشتوية بعض الدفء، وتحتفل المسارح العالمية بطريقتها المميزة عبر استضافة باليه كسارة البندق الذي يعتبر العمل الكلاسيكي الأكثر حضورا وإقبالا لارتباطه بأجواء الشتاء واحتفالات العام الجديد. إذا ما تساقط الثلج وتزينت أشجار الميلاد بالأضواء والنجوم، يتبادر سريعا إلى الأذهان باليه كسارة البندق للموسيقار الروسي تشايكوفسكي، وهو العمل الكلاسيكي الأكثر ارتباطا بأجواء الشتاء واحتفالات أعياد الميلاد والعام الجديد. هذه الرائعة الخالدة تروي قصة الطفلة كلارا التي تحصل على لعبة على شكل كسارة بندق من صديق والدها. تعيش الطفلة قصة من الخيال والأحلام، حيث تتحول لعبتها إلى أمير ينقذها من الأشرار ثم يختفي، لتمضي كلارا في رحلة البحث عنه، وفي الأثناء تصل إلى مدينة الحلوى التي تحتوي على الشوكولاتة من أسبانيا والبن من البرازيل والشاي من الصين إلى جانب عرائس الماتروشكا الروسية. باليه كسارة البندق لتشايكوفسكي عمل يأسر الكبار والصغار لما فيه من بريق وخيال وتنوع في الرقصات والألحان، وعبر هذا التدفق الآسر للموسيقى ينقل تشايكوفسكي رسائل حضارية عديدة كالمحبة والعدالة واحترام الثقافات العالمية مهما اتسعت دائرة الاختلاف بينها. أخبار ثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية فيها بعد قليل. عملية جرد سنوي من نوع آخر في لندن. أهلا بكم مجددا في هذه المحطة من أخبار ثقافة. نتناول خبرا من عالم الفضاء الذي لا يزال العنصر الغامض للإنسان رغم
اكتشاف بعض من أسراره، حيث نجح القمر الصناعي الصيني للتجارب الكمية على نطاق الفضاء في الارتباط بأول محطة كمية أرضية محمولة في العالم. وذكر مصدر رسمي صيني أن المحطة الأرضية المحمولة ارتبطت بالقمر الصناعي الكمي يوم الاثنين الماضي، عندما كان القمر الصناعي الكمي يبعد عن الأرض حوالي 500 كيلومتر، وأن الاختبار تم بنجاح بعد أن تلقت المحطة الأرضية بيانات مشفرة نقلها القمر الصناعي لمدة 8 دقائق تقريبا. ويبلغ وزن المحطة الأرضية الكمية المحمولة أكثر من 80 كيلوغراما، وهي الأولى من نوعها في العالم. وفي محاولة لمنع الأمطار من الوصول إلى العاصمة الأندونيسية جاكرتا، حيث أطلقت القوات الجوية هناك زخات من الملح في السحاب عقب سيول وانهيارات أرضية تسببت فيها بعض من أشد الأمطار غزارة. ونفذت القوات الجوية الأندونيسية هذه العملية على 3 جولات في محاولة لاستثارة هطول الأمطار، حيث تهدف هذه العملية إلى تفكيك السحب قبل وصولها إلى جاكرتا. وقد استخدمت هذه العمليات مسبقا في أندونيسيا لإخماد حرائق الغابات خلال موسم الجفاف. إلى لندن مشاهدين الكرام، حيث تشاهدون عملية الجرد السنوي من نوع آخر، والتي نتعرف عليها من خلال هذا التقرير. يستقبل حراس حديقة حيوان لندن كل عام جديد بمهمة قد تبدو شاقة ومملة للبعض، لكنهم في الحقيقة يؤدونها بالكثير من الهمة والحماس. ففي بداية كل عام تجري الحديقة الجرد السنوي لجميع الحيوانات الموجودة بها من أكبرها إلى أصغرها، وفي حين أن الثدييات الأكبر حجما مثل الأسود الأسيوية الأربعة في الحديقة قليلة نسبيا في العدد، يواجه الحراس مهمة أكثر تعقيدا مع الحيوانات الصغيرة التي تكون أكثر عددا. على سبيل المثال، تضم حديقة الحيوان 91 من طيور بطريق هومبولت، والتي يصعب إحصاؤها نظرا لأنها تسبح بسرعة كبيرة في بحيرة الحديقة. وفي حين كان من السهل إحصاء 2 من الجمال ذات السنامين، ستستغرق عملية إحصاء سكان مستعمرة النمل وقتا أطول بكثير. يقول المسؤول بالحديقة تيك ستامينغتون إن العملية التي تستمر أسبوعاً لجرد الحيوانات تعد من الشروط القانونية لترخيص الحديقة، كما أنها تساعد على تبادل المعلومات مع حدائق الحيوان الأخرى. وفي الجرد الذي أجري العام الماضي، بلغ إجمالي عدد الحيوانات في الحديقة 19,035 من جميع الأنواع. قبل ختام نشرتنا الثقافية، هذه عادة لأبرز العناوين. لارتباطه بأجواء الشتاء واحتفالات العام الجديد، باليه كسارة البندق عمل فني يتخلل المسارح العالمية. قمر صناعي صيني ينجح في أول ارتباط بمحطة أرضية محمولة في العالم. أندونيسيا تضرب السحاب بزخات الملح لإسقاط المطر قبل وصوله سماء جاكرتا. نلتقيكم بإذن الله في جولة أخرى من أخبار الثقافة. كونوا دائما بخير، في أمان الله.